هنا يتم الرصد وتحديد الهدف للتعامل معه وإزاحته بهذه الطريقة، وهي الطريقة التي اختارتها الميليشيا. وهنا هذه هي ميدي الواقعة شمال اليمن، الجبهة الأشد ضراوة واحتداما في القتال هذه الأيام. معارك لا تتوقف وتقدم متواصل لقوات الشرعية والمقاومة الشعبية. وبحسب اللواء حسين العكمي قائد اللواء العاشر، فإن قوات الجيش الوطني استطاعت التقدم إلى ما بعد ميدي من جهتي الشرق والجنوب بعد معارك شرسة أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد العسكري. وفي سياق المعارك قتل القيادي الميداني في المقاومة جابر أبو شوصاء، وأصيب العميد منصور ثوابة قائد اللواء 82 مشاة. إذن هي معركة فاصلة، ولأنها كذلك فإن قوات الجيش والمقاومة الشعبية عازمة على مواصلتها حتى إعادة الشرعية للبلاد. بالروح بالدم تفديك يا يمن يا مصر يا الشهادة. تتوسع رقعة المعارك في الجبهة الغربية يوما بعد آخر، ومعها تزداد حجم السيطرة لقوات الشرعية ومساحة الجغرافيا العائدة إلى أحضان الجمهورية.